هرب المغول وانتصر عليهم قبل قطز، لكن نهايته كانت مأساوية. قصة السلطان جلال الدين الخوارزمي لعب دوراً حاسماً في مواجهة المغول، ولكن ساهم أيضاً في ضعف القوى الإسلامية في الشرق. من هو جلال الدين الخوارزمي؟ حدده ابن كثير باسم جلال الدين تيكش، في حين دعاه آخرون محمود ابن علاء الدين الخوارزمي. ولد في 1199 وهو آخر سلاطين الخوارزم. واجه اضطرابات سياسية بعد هزيمة والده داخلياً ومن قبل المغول أيضاً. وسط الفوضى ظهرت شخصية تدعى كوه دروغان، اتخذت السيطرة مؤدية إلى الإطاحة به. في سنة 1223 عاد جلال الدين مع إخوته أوزبكشاه وأقشاه لاستعادة خوارزم. رحب الناس به وحققت قوته انتصارات هامة ضد المغول قرب نيسابور وأصفهان. ورغم هذه الانتصارات ضعفته الصراعات الداخلية والانقسامات التي أدت إلى مقتله سنة 1231.